FM. الكلمة ليك. سلسلة من الاحتجاجات الإضافية بالطبيعة أزمة ليست أزمة قضائية فقط، لأنه هي أزمة بناء مؤسسات، أزمة بناء ديمقراطي. بالطبيعة أنه نعيش كذلك أزمة في الحوار الوطني نفسه، لأنه إذا كان القضاة يخرجون في فترة متقاربة يعني أكثر من مرة من أجل مسائل تهم ليس فقط القضاة بل عموم الناس، وكذلك إذا كان القضاة ومكونات المجتمع المدني غير راضين على تعاطي الدولة مع مسألة في جوهر هذا الانتقال وهي استقلال القضاء والمجلس الأعلى للقضاء وبناء المجلس الأعلى للقضاء. الكلمة ليك.